عشادي جود مورنينج صبا شو الاخبار صبا انت كيف مش الحال يعني مش معقول هالتنوره الحلوه تكون واقفه ورا البار يعني كثير حلوه التنوره سوري لازم جولد از ذا نيو بلاك يعني هلا تقريبا هلا بالوينتر كولكشن صح جولد وسيلفر كل شيء ميتاليك حسيت يعني الميتاليك لانه اوريدي كمان الكومبينيشن اللي عم نشوفها بالكل صح هذا بدي لك اياه في كومبينيشن سوا صار سيلفر وجولد مع بعض هذا كنا نهرب منه قبل نعطيه هلا صار ترند وفي اوقات كان يجي معها كمان شوي البينك جولد صح بيجي شوي بالبيجويات كنا عم نحكي هذيك المره انه بالبيجو فينا نحطهم كلهم سوا بالثياب صعبه تلبس ثلاثتهم صحيح فافضل اثنين اورايت اليوم شو رح نكون عم نحكي نعمل فاشن بوليس يس شيء كثير بنحبه انا وياك فاشن بوليس للامي اووردز اللي كانوا لاست ويك رح نكون عم نعمل از يوجوال توب 10 للورست وتوب 10 للبست بيرفكت اوكي وي كانت ويت يلا بنبلش رح نبلش شو بالورست انا بنحبهم بنحب نبلش فيهم من 1 اضرب شيء من أضرب شيء صار على ريد كاربت صح بدي لك شيء انه بهول امي اووردز اتس جود انه ما صار في شيء سوبر دراماتيك قد قبل دراما كثير صح بس في كثير قصص مش حلوه صراحة نشوفهم يلا ليتس ستارت توب 1 بالورست هي جوان نيوسم اللي لبست من عند البوزو المشكله بالدرس تبعها كان انه ات واز فيري بيزار يعني غريب عجيب قد ايه مشقف وفي مشتين مش راكبين على بعض وجاي كتير جامد من فوق كتير لوس من تحت صحيح. وجاي بوكليه مثل ما هو يعني ما بعرف شو بنسميه اللي جاي على الكورسيه تبعها بس جاي سوبر هيوج كانه انا عم بحط كوليه كبير بس انه قد كل جسمي بتعرف انت كانها كونسول على فكره كانها قطعه يعني هيك اساس بنشتريها كونسول شكلها لا لا عن جد انه اتس عن جد كثير غريبه عجيبه ما في حدا مستغرب انه شو هيدا دراس كيف مركب هيك انه مبين اوبجي ديكوراتيف اكثر من دراس اوكي سو ذس از واي هي كان اضرب شيء موجود على الريد كارب اضرب شيء ثاني ورست دراس هي انا كلومسكي اللي لبست من عند بيبهو مهاباترا اللي لبست دراس لحظه من عند مين لبست؟ بيبهو مهاباترا اوكي رح تربح معنا جائزه اذا بتقولي هالكلمه 10 مرات ورا بعضها لا لا خلص السيجمنت انا عم جرب عيد اوكي بس ما بصير دراماتيك دراس رح لك ليه لانه كان محطوط عليه كله ستيل سبايدر ويب يعني كانه خيطان الاغنيه حاطينه كله بطريقه هيك فكتير هالوين فهالوين بعد ما وصلت ما كان ضروري نلبس من هلا هيدا ستيل واللون كتير بايخ خد بدي لك انه ما كانوا دراماتيك قد القصص اللي كنا نشوفها اللي كنا نغيب عن الوعي بس كمان غلط اللبس للريد كاربت يمكن مش لبق له لون لا ابدا ولا لون ولا فكره انه سبايدر ويب على خيطان منه حلو اوكي ثالث دراس هي هايدي كلوم يلي عاده تلبس كثير حلو بس هالمره ما زبط معها لابسه اتليه فيرساتشي لابسه دراس كمان كثير ديستركتوري انه في من ميله فيذر من ميله في ترانسبيرنت من ميله في ديزاين من ميله في قط قصير في مليون الف شغله بالدراس which is too much والدراس كلون بقول لك انه ايه حلو الاصفر لهايدي والحلو فيها ان هي جسمها حلو سو شو ما لبست عاده شي كان بول ات اوف بس هذا الدراس كان تو ماتش وكثير اخذ باد كومنتس وباد ريفيو على الريد كارب اللون كثير لبق له بس ملاحظه صرنا كذا مره عاملين فاشن بوليس وحكينا عن اتوليه فيرساتشي يلي بيكون بالورست دراسز على الريد كارب ليك عم بيروحوا بالاكستريم ما بقى عم بيلبسوا سمبل كلاسي عم بيعملوا دائما قصص جايه من غير كوكب أوكي. فما بتزبط معهم دوناتيلا بدنا نروق دوناتيلا تفضلي اوكي نمبر 4 جين كراكوفسكي اللي لبست كمان مع بيبهو مهاباترا اضطريت اقولها مرتين اوكي سو كمان الدرس تبعه مشكلته كمان الشيب على جسمها انه جاي بطريقه تو ماتش كمان كثير ريجيد من فوق كثير قاسي من فوق من تحت كثير سموث هيدا الكوتيت ديزيكيليبري بتحس ما انه بالانس لوك هو اللي بيزعج على النظر بتحس انه ما انا راكبه حتى الكولر واللون جاي اقول لك هلا ده. واللون كثير باهت لها كمان ما انه طالع حلو سو الدرس ما انه مبينه بطريقه حلوه ذس از واي هي بالورست اوكي رح ننتقل نكمل نمبر 5 هي اوزو ادوبا اللي لبست من عند جوناثان كوهان المشكله بالدرس هيدا لونه اول شيء تو ماتش نحن بس نروح على ريد كاربت لازم نفكر انه كل صورنا رح يكونوا على ريد كاربت محبذ ما نلبس فوشيا سو دجا اللون على ريد كاربت مش كثير حلو لانه كنت هيك انه دا عرفت انا دا لا انه محبذ لانه كل الصور رح تتاخذ على ريد كاربت okay. فما انه لبق لها دجا اللون بحد ذاته كثير فلاشي وعلى الكاربت طالع تو ماتش والكوب على جسمها ما مبين طريقه حلوه ما نعطيها شيء فيمينين بالعكس مدبشه سو بنصحها وكان محبذ ما تلبسه اوكي نمبر 6 هي تاري مانينج اللي لبست من عند روبن سينجر تاري مانينج اللي ما حبيته فيه هو انه لف ماشي سود عليها
من فوق لتحت، وقت حدا جسمه في يكون عم يلبس طريقه حلوه عليه، مش حلو كمان بهالطريقه يكون عم يلبس شيء كومبليتلي انه عم خبي جسمه يعني فوق لتحت، منه ملفوف بطريقه حلوه اصلا اللفه تبع الفستان، وكمان انه تو ماتش في ميله من الميلات. دائما انا بقول حلو يكون في اكيليبر، يعني اذا كم طويل حلو يكون قصير الفستان، واذا الفستان طويل حلو يكون مش كم طويل. هيك بهالطريقه اتس تو ماتش يعني صحيح. ما مبين شيء الا اصابيعه. بتعرفي ذكرتنا بفستان ثاني بس هذا كان رانك نمبر 1 على ريد كاربت وقتها، ماني ذاكر تحديدا اذا كان ديور، كانت لبسته انجلينا جولي فول بلاك، ولكن التويست تبعه هي من وراء انه مفتوح لتحت، كان كثير مفتوح 100%، كان كثير حلو. كانت لابسه معه الستادز الجرين الامرلز اللي كانت حاطتهم سو شو ستانينج يعني. صح، وما بننسيه هذا اللوك سوبر، مش هلا مش جديد بس ما بننسيه. بس الفكره معك حق انه هي فكره الكوب انه بده يكون مفتوح من ميله معينه، تعمل اكيليبر مش نكون ملفوفين ماشي سوداء. اوكي رح ننتقل نمبر 7 او نمبر 8 نمبر 7 7 نمبر 7 هي نازانا بنيادي يلي لبست من عند ستيفان غولان. نورمالي هالديزاين بيعمل قصص، بيعمل قصص كثير حلوه لانه دائما بيشتغل بالسيستم فيوتشرستيك بطريقه كثير جديده، بطريقه كثير افانغارديست. يمكن الا هيدا الشيء بهيدا الشيء زاده، لانه اذا بدك تشوف على جسمه مبين انه كانه مشقفين شقف ولزقناهم لايف عليه. حتى القط على الصدر من هون هالسيمتري مش ضابطه يعني ما بعرف. صح، وبدك تعمل انت كتف ايه كتف لا، بدك تدرسه يكون بيرفكت على جسم البنت ويكون على جسمها من تحت كمان بيرفكت. اللي مش حلو هون انه منه راكب لها، مبين انه خيطته عليها. مش كاستمايز، منه كاستمايز، مبين مش كاستمايز، لانه مبين مش راكب لجسمها او كاستمايز غلط. او يمكن مثلا نقته ما قسته وجابوا لي انه ما بعرف بتصير انه ما فضيت تقيسه، بس الفكره انه ايه مبين انه منه راكب لجسمه. This is why هو top 7 بالورست دريس. اوكي الايت اليزابيث ماس لبست من عند اوسكار دي لارنتا. اوكي اوسكار دي لارنتا عنده خصله يعمل كثير دريسز اللي بيجوا الكوبل. حبيتها عنده خصله ايه عن جد عنده خصله يعمل لي هول كوبات الدريسز، بس بيجي تو ماتش. اجان رجعنا على الفوشيا اللي هو اصلا هلا اتليست هون بيلبق لها للونها، هي اكثر بكثير من ماوزو ادوبا اللي بقى لها لونها، بس الفوشيا من فوق لتحت اوريدي لون كثير قوي، وزياده على ريد كاربت يعمل كلاش كثير مزاج للعيون مع الاحمر. فوالا بيطلع كثير من هيك. هيدا الدرس يعني كمان منه ظابط على جسمه، جاي مثل ما هو بوف من فوق لتحت بلوك، منه مخصوره ولا شيء. This is why هي نمبر 8. نمبر 9 كريستينا هندريكس اللي لبست من عند شارلوت اولمبيا. المش حلو فيه هو الكوتيل كلوتي، منه ابدا كلاسي فور الريد كاربت انه انا اشوف كلو دوري من فوق لتحت. شارلوت كثير شارلوت افراز وفستانا شارلوت اولمبيا 100%. وهودي الستاد من فوق لتحت اتس تو ماتش يعني ما انا ابدا كلاسي فور ريد كاربت. من هيك هي نمبر 9. نمبر 10 اللي هي اخر حدا بالورست هي كلار دينز لبست من عند برادا. الدريس اتسلف ما كان دراما، الشان رح اقول لك شو الشانات يلي على اذا بدك على الابول، الشان كثير دبشين. هلا انت من هون بركي مش ايش الديتيلز، بس هو الشان كثير دبشين صح. على الابول وخلوه الفستان يعطي ستيل ميديفال انه كانه جاي من غير ولا جاي من مويناج، ما كتير حلوه هيدي للريد كاربت. الفستان بحد ذاته ما كان دراما، بس التكستشر من تحت ساره كتير حلو الفستان وكالور 100% والكالور روعه اللي عليها. من هيك هو نمبر 10 ما كان باول قصص. اوكي هلا ننقل للاشياء الحلوه اكيد من نمبر 10 لنمبر 1. يس بنترك احلى شيء بس دريست بالامي اووردز 2015 نمبر 10. نمبر 10 اوبري بلازا اللي لبست الكسندر فوتيه اللي انا كثير بحبه، ودائما بقول لكم الكسندر فوتيه بعقده الكوبيت تبعه الفستان الكوب كثير حلوه عليها، حتى لو هيدا كان مش صماش عرفت كيف انه يكون في اكيليبر لانه مفتوح على اجرة وانه معمول طريقه سوبر سكسي لانه جاي من فوق منه شوي قاشط من فوق. ليك الحلو فيها مرنة على الوقفه. ها اكيد بيجي باكج ما في بيجي باكج الوقفه مع التياب. سو لبسه اوبري الكسندر فوتيه. من هيك هي نمبر 10. نمبر 9 نمبر 9 صوفيا فيرغارا اللي هي سوبر سكسي دايما. صوفيا فيرغارا لبسه من عند سين جون سوبر حلو دريس اللي هو جولد، كنا بعدنا عم نحكي انه انت ترند من فوق لتحت جولد، منه شيء جاي من غير كوكب سوبر جديد صح. بس حلو عليها. بس عارف الشغله حتى منه سوبر جديد لها هي، لانه هي كثير ريبتيتف بفساتينا يعني يمكن غير ديزاينر، بس صوفيا فيرغارا يعني عم نشوف الكيرف عم نشوف نفس الكوب سيران يلي هي دائما بتلبسها، ما يعني ما انا اخذ ريسك. بدي اقول لك شيء، ما بتعمل ريسك عاده، بتغير باللون بالقماش بس حتى اللون يعني شي ستيكس تو ذيس كولر يعني برونز جولد اسود سيلفر بلاك
صح ما بتاخذ ريسك 100% بس ليك اون فان دو كونت بتعرف شو بيلبق لو عم تلبس شيء بحطها بطريقه حلوه بين تلبس شيء تقيد حالة او تلبس شيء غريب عجيب انا بفضل تلبس هيك لا اكيد اوكي نمبر 8 نمبر 8 جوليا لوي دريفوس يلي لبست من عند صيفيا بدي لك شيء انه سوبر سمبل اسود اتس ترو انه كثير سمبل بس كثير صبر ولا عمره انه ما انه حدا يونغ وبالريد كاربت دائما عندنا مشكله انه اللي ما بيكون يونغ بيصير دائما يلبس قصص غريبه عجيبه مش حلوه لإله هون كيس مبينه كلاسي مرتبه بلا ما تكون عمره 20 ممكن هذا الحلو فيها انه الكوب حلوه على جسمها يعني حتى لو عمره لابسه صيفيه مش شتويه اوكي دونك الدرس كثير لابق كمان على جسمها هي دونك باينه فيري كلاس اوكي نمبر 7 ساره ايلون لبسه من عند زاك بوزن كمان هون ما اجى شيء من غير كوكب الدرس تبعها بس جايه كثير فت حلوه على جسمها شيب سوبر ظابطه لون البيرغوندي هو اللون تبع هلا هالشتويه دونك فايته بالترند والكوب واللون لها بيرفكت دونك هيدا اهم شيء مش دائما لازم يكون شيء جاي غريب عجيب مهم يكون شيء بيتلائم على شيب الشخص وعلى لونه بتعرفي البرغند كثير لابق على التايب اوف سكن تبعه وعلى شعره لون شعره 100% 100% دونك هيدا اللي بدي اقوله مش دائما ضروري يكون الدرس في عليه شك وفي عليه شيء غريب عجيب وفي شيء عليه ما بعرف من وين جاي في يكون سوبر سمبل بس مهم يكون ظابط شيب وكولر للشخص يس اوكي نمبر 6 نمبر 6 جولي بوين لبست من عند جار شقره بلشنا باللبنانيه لبست عند جار شقره كمان درس اسود كمان رح نقول سمبل بس كمان الكوت كتير حلوة عليها اللون الأسود لأنه هي كمان شقرة اللي بقلها كتير من فوق كتير ويرد بس كتير حلو ومن فوق اللي بدي لك يعني في كوتيل ديستركتوري اللي هو مش جاي سمبل بس جاي مش اكزاجيري على القد شو لازم كمان لعمره لأنه هون كمان الكامنة ما عمره فان بس جاي الدرس سوبر حلو بلا ما تبين إنه غلط أوكي very nice. Number 4 Number 5 Number 5 Number 5 okay. كمان Number حدا five. لبناني وعلى الريد كاربت كثير اخذ ضجه اللي هو كليكار جابوتيان اللي لبس ريجينا كينج دونك الدرس من فوق لتحت كله بيرلز كله دي بيرل wow. من فوق لتحت بيض سوبر حلو الدرس وعطى قيمه كثير حلوه هي كمان ربحت اووردز بس طلعت وحكيت كل الناس شافوا الدرس بطريقه سوبر واضحه واخذ ضجه كثير قويه لكليكار جابوتيان اوكي رح ننتقل نمبر 4 نمبر 4 نمبر 4 اماندا بيت لبست من عند مايكل كورس الاسود كثير باين بهالاوورد اميزنج ولا بدي لك انه الاسود كثير باين بهالاوورد بس احسن وحده لبسته هي اماندا بيت الكوب كثير حلوه على جسمها فيري سكسي بلا ما يكون تو ماتش القماشه كثير حلوه ورفعت شعرها كثير لابقه كمان لهيدا الدرس شو قصه يبين الستومك بالدرسز يعني كثير عم نشوفها مثل ستيل الكورسي مع التنوره مثل يعني جازمن بالادن هلا كثير على الموضه لانه عم بيجربوا يكونوا ما عم بيعيدوا قصه انه كروب توب جاي قطش مثل ما هو عم بيعطوه كوتي دي ستركتوري لانه موضه قصص الفيتوريست وكل القصص جيومتريك فاتت كمان بهالشغله فيري نايس اوكي وصلنا على التوب 3 توب 3 نمبر 3 نمبر 3 رح يكون واحد منهم نمبر 3 كاري واشنطن لبست من عند مارك جيكوبز انا كثير حبيته لهالفستان فيه الميكس اند ماتش الميتاليك كنا عم نحكي فيه هلا بالاول انه سيلفر وجولد مع بعضهم كثير جلاديتر ايه بس كثير حلو عليها فالكوب كثير حلو عليها الميكس اند ماتش باللونين الميتاليك كثير على الموضه وهيدا طول الفستان سوبر افانغارديست لانه منه ولا قصير ولا تروكار هيدا الطول اللي هلا على الموضه اكثر شيء بتعرفي شو اللي حلو يعني الفستان كثير حلو بس لانه هي سكن تبعها دارك سكن اللي بقى لها ماكسيموم يعني بيرفكت ماتش بيرفكت وحتى شعراتها كثير حلوين التوتال لوك تبع كاري كان فلولس عن جد ما في ولا غلطه سو ذيس از واي هي نمبر 3 نمبر 2 نمبر 2 هي لنا هدي اللي لبست من عند زهير مراد as usual بده يكون زهير يعني اذا مش نمبر 1 نمبر 2 صح دائما دائما فظيع 100% الدرس تبعها كان مخيف قد ما حلو لونه بيرغوندي كمان كمان اللون اللي هلا على الموضه للشتويه كله من فوق لتحت فيه مثل سيلفر قصص بتلمع اتانسيل بس كثير ناعمه فيري ديسكريت فيري كلاسي سوبر حلو سوبر كلاسي وطلع روعه عليها كدرس كان احلى درس موجود فيري نايس توب 1 هو التوتال لوك كان سوبر حلو اخذ ضجه كثير اللي هو ليدي غاغا فور وانس معنا بالورست دريس اكزاكتلي لانه يوجوالي بتكون كويس توب 1 بالورست توب 1 بالورست بتكون عاده يعني ما توقعت تكون هي ما هي انا حليتها توب 1 بالبست لانه التوتال لوك اجت بطريقه سوبر كلاسي على الريد كاربت فور وانس اند فاينلي ركزت واجت طبيعيه
So lipstick demand the Brandon Maxwell. Lipstick قصان أسود again, بس هو دستركتوري كمان طريقة دستركتوري إنه جاي من ميلة واحدة على خصرة طالع الفستان بطريقة horizontal بس كتير حلوة لأنه it's one thing مش كتير قصص. شعراتها أنا بالصورة اللي بعدها حتى كيف شعراتها والميك اب سوبر سمبل سوبر حلوين حتى مع تاتوياتها لابق الفستان لأنه عرفت كيف تلبس أي كوب تبين التاتويات. So بينت كتوتال لوك the best dressed على الريد كاربت تبع الأمي أوردز. بتعرفي يمكن الواحد بمرق هيك بفترات بيكون ضايع فيهم بيتعرف على اصحاب بينزل بنزلات فتره طويله بس هي ما بعرف ايه جاجا يمكن صار معها هيدا الشيء وهلا رجعت هيك رجعت لرشده مثل ما بقولوا باك تو بيزكس رجعت على هيك كيف لازم تكون سو فاينلي ايه وهي طلعت اميزنج بس ما كان في كثير دراما مثل ما قلنا بالامي اووردز ايه يعني نورمالي كنا نعمل شوك اكثر ما في كثير دراما بنفس الوقت كمان ما في توب دريسز سوبر واو بس كمان في قصص حلوه في قصص بشعه Perfect. Sarah, thank you a lot. Merci, Alex. See you next week by Fashion Tips. Yes. نشوف هلا قربنا على الشتوية بدنا نبلش نحضر حالنا. صح. بلشنا نلبس كوتس وكتير قصص luxurious يعني الشتوية حلوة بالتيب وبالاكسسوارز تبعها. فنحن ready معك لكل التيبس اللي رح تعطينا اياهم. Thank you, Sarah. Have a great week. Thank you. You too.